بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة الهيموفلس، محاضرة مهمة جدا حنتكلم فيها، بالذات حنتكلم على الهيموفلس إمبلونزي، حنتكلم على جنرال فيتشرز لجينس الهيموفلس، حنتكلم على المورفولوجي والكلتشر للهيموفلس إمبلونزي، ثم حنتكلم على باثوجينيسيس ولاب دياغنوسيس والتريتمنت عند البريفنشن. تعالوا أول نقطة نشوف الجنرال فيتشرز لهذا الجينس الهيموفلس. أول نقطة، هذا الجينس بيحب الدم، عاشق للدم، ولذلك اسمه هيموفلس. هيمو يعني دم وفلس محب، فهو محب للدم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن في 3 سبيشيز، هيموفلس إمبلونزي، هيموفلس إيجيبتياس، هيموفلس ديكوراي. إحنا هنتكلم اليوم، طبعا كلهم بيعملوا ديزيز، هنتكلم اليوم بالتفصيل على الهيموفلس إمبلونزي. النقطة الثالثة انه كلهم دول الهيموفلس جرام نيجاتيف كوكوباسيلاي وبوليمورفيك، اشكالهم متعددة. النقطة الرابعة انه كمان دول جينس الهيموفلس فاكالتاتيف انيروبس. النقطة الخامسة انه جينس الهيموفلس ده ريكواير وان اور بوث اكس اند في فاكتورز عشان ينمو. هذا الهيموفلس ما ينموش بشكل عادي، عاوز 2 فاكتورز، يا اكس فاكتورز يا بي فاكتورز، وحنتكلم عليهم بالتفصيل. تعالوا نشوف المورفولوجي للهيموفلس امبلونزي. اول امر هي جرام نيجاتيف كوكوباسيلاي بوليمورفيك موتايل، وسام سترين منها كابسوليتد، وهذه نقطه مهمه، في سترينز كابسوليتد وفي سترين نان كابسوليتد، وكمان نان سبور فورمينج. الكالتشر بالنسبه لها، احنا قلنا في الكالتشر دي انه هي فاكالتاتيف انيروبز وانها الجروث ريكويرمنتس عاوز اكس فاكتورز وعاوز في فاكتورز. ما هو الاكس فاكتورز؟ الاكس فاكتورز هو الهيمين او الهيماتين، والفي فاكتور هو عبريه الناد او نيكروتايد اللي هو ادنين داي نيكروتايد. فايش اللي هيحصل؟ انه هذا اكس فاكتور اللي هو الهيماتين اللي موجود في البلد، وهذا الفي فاكتور كمان موجود ايضا في البلد في الانسايد ار بي سيز. لو كل واحد لوحده في الهيموفلس امبلونزي ما ينموش، الهيموفلس امبلونزي عاوز الاثنين مع بعض، الاكس والبي فاكتور. فشايفين هذا الاكس والبي فاكتور هيحصل انه البكتيريا تنمو عليه، لكن لو كان الاكس لوحده او البي لوحده مش حتنمو البكتيريا. ولذلك الان لو تلاحظوا في هذه الان شايفين كيف الاكس والبي فاكتور حولها نمو، بينما البي ما فيش والاكس ما فيش عليهم نمو. النقطه الثانيه عشان نوفر لهم الاكس والبي فاكتورز اللي هم الهيماتين او الهيمين او الناد والناد، لابد ان احنا نكسر الار بي سيز. فنروح كيف نكسرها؟ نروح نعمل هيتد لها ات 70 ديجري سنتيجري، فحتروح تتكسر، فحتطلع الهيماتين وحتطلع الناد، وبالتالي هذا نسميه تشوكلت اجار. فالتشوكلت اجار حيوفر لها العنصرين او التو فاكتورز اللي هم الهيماتين او الاكس فاكتور والناد اللي هو الفي فاكتور. طيب تعالوا نشوف الفيرولنس فاكتور لهذه البكتيريا. اول فيرولنس فاكتور للهيموفلس امبلونزي اللي هو الكبسول، والكبسول معها من A to F دي، واكيد ما دام كبسول هي انتي فاجوسايتوزس، لكن اهم واحد فيهم اللي هو البي، فنسميه هب. الهب هذا هو اخطر واحد واهم واحد فيهم. النقطه الثانيه في الفيرولنس فاكتورز ان اكيد معها باللاي، لانها جرام نيجاتيف، والباللاي بيساعدها على قضيه الاتاتشمنت. الفيرولنس فاكتور الثالث المهم ان معها اي جي اي بروتيز، بمعنى اخر ان الهيموفلس انفلونزي بتطلع اي جي اي بروتيز يروح يكسر السكريتوري اي جي اي، فلو ما يكسر السكريتوري اي جي اي معنى حيد الجهاز المناعي. فشوفوا كيف طلعت البروتيز اي جي اي كسر السكريتوري اي جي اي، فبالتالي حيد الجهاز المناعي، لانه السكريتوري اي جي اي حيعمل بريفنت للاتاتشمنت. النقطة الرابعة انها معها بيتا لاكتاميز، فهي بتطلع بيتا لاكتاميز بتكسر اللي هي البيتا لاكتام انتي بايوتكس. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس، هنا حنشوف الديزيز. زي ما قلنا في نان كابسوليتد وفي كابسوليتد. النان كابسوليتد اللي هم نان انفيزيف بنقول عليهم، وينتقلوا بالدروبلتس، ومشكله وبس. النان كابسوليتد دول موجودين نورمال فلورا في الريسبيراتوري سيستم، تخيلوا عند تقريبا 70% من الناس موجودين وما يعملوش اي ديزيز، لانهم هم نان كابسوليتد. فايش اللي هيحصل؟ مش حيقدروا يعملوا ديزيز الا اذا حصل في بريدسبوزنج فاكتورز، انه شخص تعرض للفيرال انفكشن، وبعد الفيرال انفكشن موجوده البكتيريا حتنزل الهيموفلاس انفلونزي وحتعمل الديزيز. اذا في بريدسبوزنج فاكتور، اول ديزيز ممكن تعمله اللي هو نيمونيا.
لانه في قبله فايرال انفكشن وجاءت الهيموفلاس انفلونزي فممكن تعمل نيمونيا. من النيمونيا دي ممكن تعمل اوتايتس ميديا وكمان ممكن تحصل كمان ساينوسايتس يحصل لهم. اذا 3 ديزيز اللي ممكن يحصلوا للسترينز اللي هم النانكابسوليتد. وزي ما قلنا مش هيحصل الديزيز ده الا اذا في بريدسبوزنج فاكتورز. تعالوا نشوف الان للسترينز اللي هي كابسوليتد واللي هي اللي بتعمل ديزيز حقيقي. طبعا ما دام قلنا كابسوليتد فهي انفيزيف هتستطيع انها تخترق وهنشوف كيف. طبعا هتنتقل بالدروبلتس اكيد وحتروح للنازوفارينكس هتتكاثر في النازوفارينكس وحتطلع برودكشن او بروديوس للاي جي اي بروتيز هيكسر السكريتوري اي جي اي فبالتالي هيحصل لها مالتيبليكيشن وهتعمل بنتريتنج للابيثيليوم وبالتالي اكيد هتروح للدم وهيصبح الدم في بكتيريا. من الدم هتروح على طول للمننجيز وهتعمل مننجايتس. كمان من الدم هتروح للإيبوغلوتاس وهتعمل إيبوغلوتايتس. الإيبوغلوتاس اللي هو اللهاء او يسموها لسان المزمار هتعمل إيبوغلوتايتس. الإيبوغلوتاس ده هو كاركترايز انه الطفل ده يكون عنده فيفر وسور ثروت وعنده درولينج يعني في لعاب بينزل وكمان في عنده صعوبه في التنفس وكمان ما فيش اي كف وكمان صوته بيكون هورسنس وفي النهايه بيكون في ديفيكلت في السوالينج. كمان من البلد هتروح ممكن للجوينتس وتعمل سيبتك ارثرايتس. طيب تعال نشوف الان اللاب دايجنوستس بالنسبه للهيموفلاس انفلونزي. اول امر انه اكوردنج سايت اوف انفكشن فممكن ناخذ باس سواب ممكن ناخذ سبيوتا ممكن ناخذ العينه سي اس اف نعمل دايركت سمير. الدايركت سمير هنا بنصبغه بجرام وجرامستين وحنشوف انه الجرام اللي هي الجرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. طبعا احنا نعمل لاتكس اجلوتينيشن بالنسبه للسي اس اف نجيب عينه السي اس اف ونروح نجيب انتي بوديز ليبل باي بارتكلز فهيحصل اجلوتينيشن فنجي نقول دي نسميها لاتكس اجلوتينيشن بمعنى انه الهيموفلاس انفلونزي موجوده في السي اس اف فبالتالي عملت مع اجلوتينيشن مع الانتي بوديز المخصص لها. النقطة في الدايركت ديتكشن كمان ممكن نعمل ديتكشن للكابسولا بوليساكرايد. تتذكروا زمان في الستريف نيمونيا قلنا الكولينج رياكشن نروح نجيب انتي بوديز سبيسيفيك للكبسول فهيحصل السوالينج ودي هنشوفها اندر الميكروسكوب. او ممكن كمان بالدايركت نحن نشوف من العينة ونشوف هل الدي ان اي حق البكتيريا موجود او غير موجود بالريال تايم بي سي ار. طب تعالوا نشوف الكالشر. الكالشر احنا ممكن نعمل على تشوكلت اجار بالتاكيد. ليش؟ لان تشوكلت اجار حيوفر الاكس فاكتور وحيوفر البي فاكتورز فنحفظها عند 37 درجه مئويه ونخلي 5% ثاني اكسيد الكربون يكون موجود حتظهر الكولوني وحتكون عملت لارج وراوند وسموث كولونيز وكمان كونفكس وايضا بتظهر لونها انها كرلس وكمان يكون كمان اللون من كلر الى جراي اوبيك. الكورنيا نفسها بتكون اوبيك. كيف نعملها ايدنتيفيكيشن؟ سهله جدا الايدنتيفيكيشن. طبعا ممكن نعمل بايوكيميكال رياكشن لكن في حاجه اسهل تماما يسموها ساتلتزم. يروح يجيبوا احنا مش اتفقنا ان البلاد اجار فيه فقط الاكس فاكتورز لكن البي فاكتورز مش موجود. فايش يروح يجيبوا؟ يجيبوا الستاف اورياس. الستاف اورياس هي بتعمل بيتا هيموليسيس فتروح تكسر الار بي سيز فلما تكسر الار بي سيز حتعمل ريليزنج لعمليه الفي فاكتورز فبالتالي حتظهر حول الستاف اورياس نمو للهيموفلاس انفلونزي. فما معناها انه الستاف اورياس وفرت للبكتيريا الفي فاكتور والاكس فاكتور اساسا هو في البلد اجار. تعالوا نشوفها بهذا الشكل اهو زي ما انتم شايفين هذا الخط اللي هو بالنسبه للستاف اورياس فشايفين كيف نمت البكتيريا حولها لانه الستاف اورياس كسرت الار بي سيز فخرج الفي فاكتورز وبالاضافه للاكس فاكتور موجود فنمت البكتيريا. تعالوا نشوف اخيرا قضيه التريتمنت. التريتمنت بالنسبه لها يا يعني نستخدم عمليه السيفاتراكسونز او السيفوتكسيم يعتبر دراج اوف تشويس بالنسبه لهذه البكتيريا. البريفنشن في الفاكسينز اللي نسميه هيموفلاس بي كونجيجيتد او يسموه هيب فاكسينز يعطى عند 2 4 6 في الشهر الثاني والشهر الرابع والشهر السادس وبعدين يعطى في بعد سنه او 15 شهر. هنا نقطه مهمه جدا الهيموفلاس انفلونزي دي احنا هو عباره الفاكسين عن البوليساكرايد فلابد يربطوه ببروتين كونجيجيتد. ليش؟ عشان يضمنوا
انها تشارك نسميه احنا نسميه thymus dependent، لانه البوليساكرايد لوحده نسميه احنا thymus independent، فما تشاركش التي سيل. فعندما ما تشاركش التي سيل، البي سيل حتطلع فقط اي جي ام، والاي جي ام شورت لايف، لكن احنا عاوزين الاي جي جي يدخل في المعركه. فعشان يدخل لابد نربط البوليساكرايد بكونجيجيتد بروتين، فالكونجيجيتد بروتين حيخلي التي سيل تدخل، فلما تدخل التي سيل حيحصل كلاس سويتشنج ويتحول الى اي جي جي وحيعطي مناعه طويله. طبعا في فاكسينز طبعا بيعطوه هذا الفاكسين اللي هو الهيموفلس او الهيب، بيعطوه مع الدكتيريا ومع التيتانوس ومع الدرتاسس، وكمان زي ما انتم شايفين الاتش اللي هو الهيموفلس ممكن يعطوه كمخلوط لكل الاورجانيزم دي. كنت معكم في ما مضى حول موضوع الهيموفلس انفلونزا، تكلمنا على الجينوم فيتشرز، على الباثوجينيسيس لاب دايجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.